وتحياتي الإخوان. دائما في إطار تجهيز أنا كنبدأ من هذا الوقت هذا كنبدأ كنمشي مع الطويرات بشوية 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 باش في الوقيته ديال 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 التزاوج يكونوا عندي الطويرات اللهم بارك واجدين، فمكنعتمدش على الدواء. هذا كما كتلاحظوا بيض مسلوق، راني جالس كنقطع فيه مورسوات حيت ما يمكنش نحط انا الطائر بيضة قد هكا ولا نص بيضة قد هكا، غادي تبقى غير ضيع وغادي تخمج وتعفن وما غايستافد، غادي يولي داكشي اللي كان غايستافد منه غايولي ليه مضرة. طائر راه شحال كياكل في النهار 5 غرام كاع الى طار، يعني كندير ليه واحد المورسو بحال هكا في الكودي باش كيستافد منه، واحد المورسي بحال هذا ديال البيض بحال هكا تنهزو، غالبا هما راه كياكلوا الصفر الابيض قليل فين كياكلوا منه. وهذا راه غني عن التعريف، تيفاف، هذا هو نبات التيفاف. كل واحد مثلا في القفص كنحط ليه واحد العريش بحال هكا، والبيض راه كنعطي للذكوره في الكودي والنتاوي كندير لهم بحال هذا بحال هاد المرصوات هادو في الوكاله باش يوجدهم. دير غير القضيه ديال البيض غير مره في السيمانه، عطي النتاوي ديالك البيض وتبع معاهم البروغرام بالحبوب والبذور الاخرى اللي كنشر لكم في الصفحه، والتفاف واحد جوج مرات ولا ثلاثه في السيمانه وغادي تشوف الطيور ديالك ما شاء الله كيفاش غادي يوليو. هما الطويرات دابا في هذاك الكودي حطيت لهم البيض، هادو راه الكره اللهم بارك، والتفاف اشو سبحان الله العظيم. هذا راه هذا اللي من هنا، هذا اللي قدامنا في فصل البرتقال اللي راه الاب، وهذا راه الابن راه ولده. سبحان الله العظيم نفس الشبه نفس الوقفه نفس النظره اللهم بارك، راه بجوج مباقيين اللهم يسر الجميع نخليهم يتعالجوا ما نديرو نجيوهمش.